صلوا على النبي. ما عرفش ليه أنا افتكرت دلوقتي الحادثة اللي حصلت في إسطنبول أمس، واللي خلال 24 ساعة كانت عرفت البنت اللي نفذتها ومين مولها وكانوا ناويين يعملوا إيه كمان. افتكرتها قبل ما أبدأ الكلام ده، افتكرتها لأنه زي اليومين دول من 7 سنين بالظبط وفي شهر نوفمبر برضو بس سنة 2015 أعلنت وزارة الداخلية المصرية أنها اعتقلت خلية إرهابية لسد البلاعات في اسكندرية عشان المدينة الخالدة تغرق في مياه الأمطار. هفكركم بس بالخبر عشان احنا بننسى، CNN عربي: مصر ضبط خلية إرهابية لسد البلاعات بالأسمنت لإغراق اسكندرية بمياه الأمطار 7 نوفمبر 2015. خلية سد البلاعات ده في ناس راحت يا مؤمن فيها سنين يا مؤمن على خلية سد البلاعات. الغريبة ان كل سنة واضح ان الخلية دي عبقرية، كل سنة اسكندرية بتغرق، 7 سنين في العطارين ومحدش خرج يعتذر من الحكومة ويقول حتى سوري للناس اللي احنا قلنا لهم كده، سوري للناس اللي قبضنا عليهم، اسفين للناس اللي احنا اذيناهم هم واهليهم. 7 سنين شاهدة على تلفيق الاتهامات وكذب نظام وتزوير وزارة الداخلية وتلفيق قضايا ونائب عام ومحاكم راحت ومحاكم جات وناس اتبهدلت. 7 سنين لم يخرج خجل ولا اعتذار حتى نفسهم. الفرق ليه بقى؟ ليه الفرق؟ لأن في دول بتحترم شعوبها وبتحترم الجهات الرقابية عندها زي البرلمان. هو أنت فاكر أن تركيا لما تقول أو يطلع وزير الداخلية يقول القبض على البنت السورية دي أو اللي تمولت من حزب العمال الكردستاني وعملت كذا، فاكر أن الموضوع هيعدي عادي كده؟ لا، ده في برلمان هيحاسب مين اللي قال لكم، ليه عرفتوا، إيه الاتهامات، إيه الأدلة، ده في قضاء هيحاسب، ده في صحافة هتحاسب، ده في معارضة هتقول لهم أنتوا جبتوا منين الكلام ده. لكن في مصر عندنا مفيش احترام للحاجات دي لان الحاجات دي مش موجوده، لا عندنا برلمانات ولا اجهزه رقابيه ولا اعلام، والشعب طبعا انت عارف يعني. 7 سنين في مصر لم تخرج او لم يخرج اعتذار واحد عن خليه سد البلاعات. 7 سنين كانت ساعتها خليه البلاعات كبش فداء للزعيم اللي الناس بدات تغضب منه وقالوا له انت سايب اسكندريه بتغرق وقاعد مع رئيس شركه سيمنز. كانت دي اخر مره الاعلام يجيب سيرته لانه خرج قال لهم ما يصحش كده، ما يصحش كده. من ساعتها خالد ابو بكر عمل عمليات تجميل عشان يصلح الهرمونات اللي باظت وما تصلحتش حاجه. افتكر معايا، ده انت عندك مصيبه من الصبح. الرئيس بيقعدوا مع رؤساء الشركات التنفيذيين، عاوزين ايه تاني؟ طول ما الرئيس بيقعد مع رئيس شركه سيمنز دي 14 مره في الشهر يبقى احنا ما بنجيش كوادر. امال فين وزير الكهرباء؟ هل هو رئيس يقعد مع رئيس تنفيذي 13 مره ليه؟ تخيلوا بقى دوله لما البلاعات فيها ما تشتغلش يتعمل اجتماع طارئ لمجلس الوزراء. يعني احد الاعلاميين بيقول الرئيس قاعد مع شركه سيمنز وسايب اسكندريه، حاجه صعبه قوي. ما يصحش كده. احنا بنتجاوز كل حاجه. ما يصحش كده. يقول لك الرئيس سايب اسكندريه وقعد ايه الشغل ده. ودي كانت اخر مره الاعلام المصري يجيب سيرته، اخر مره الاعلام يعمل العامله دي سواء كان عمرو او خالد ابو بكر. ده طلع قال ما يصحش كده، خلصت الليله. ما جاش خالد ابو بكر من ساعتها، ومن ساعتها وعمرو شغال يطبل بس، لكن لا الشخط والنطر بتاع السيسي نفع ولا الحل الأمني بتاع خلية البلاعات برضو نفع ولا اختفاء خالد وتعريض عمرو أديب نفع. فضلت اسكندرية برضو تغرق. النهاردة يا حضرات منطقة العجمة في اسكندرية بتقدم لنا جديد، دليل جديد، الدليل رقم 1000 على كذب السيسي وحكومته وإعلامه وبراءة المعتقلين اللي اتحبسوا ظلم فيما يسمى بقضية خلية سد البلاعات. منطقة العجمي اللي بتقع في غرب اسكندرية غرقت تاني في شبر مية، وادي مجموعة من الصور والفيديوهات بتوضح ازاي الارهابيين الاشرار سددوا تاني البلاعات عشان يغرقوا اسكندرية ويحرقوا الزعيم. قد تكون الفيديوهات ما وضحتش
وهنعمل زيهم. إعلام السيسي لما تسدد اسكندرية جابوا صور لبعض المسؤولين وقال لك دول الإخوان هما بيسدوا البلاعات. أنا فاكر الصور دي، منهم الأستاذ البرنس حسن البرنس اللي كان نائب محافظ اسكندرية، قال لك ده كان بيشرف بنفسه على سد البلاعات. نشوف كده مجموعة الصور دي بقى النهاردة أهي. اللطف بقى، اللطف كله اتفرج. لا في صورة حلوة قوي، لو جت تبقى حلوة، لو جابها الإعداد تبقى حلوة قوي. حكيم أنا ما بشوفش الصور دي غير على الهوا. بص اتفرج يا معلم على خلية سد البلاعات الأشرار، الأشرار الحاقدين على مصر لما سدوا البلاعات للمرة 20,000. نفس السدة، السدة الشتوية. اتفرج، ده عمل كرسي وعمل كوبري، ده عمل كرسي. بقى هي دي، هي دي، هي دي، بس ليها زاوية تانية. بقت فينيسيا يا حضرات مش اسكندرية، هي الصورة دي بس ليها زاوية تانية أحلى. لا ليها زاوية تانية أحلى. الاتنين دول برضو جايبين القارب ده، ها الجندول، الجندول جايبينه تقريبا. الجندول كتبه علي محمود طه صح؟ دي قصيدة مشهورة غناها عبد الوهاب، ومن أحلى وأمتع ما غنى عبد الوهاب. ها ده الجندول بقى، الجندول وهو ماشي في شوارع فينيسيا، أنا آسف شوارع العجمي، بص مدينة البندقية. الاتنين دول ما لقوش حل يمشوا بيه في الشارع غير الجندول، بس هو جندول صغير متجندل يعني، فجابوه بقى عشان يكملوا في أسواق العجمي. نشوف بقى الفيديو بقى اللي هعرضه كده، الفيديو للجندول. الله يخليك علي، لو عندك الفيديو، أصل أنا أحب أغنية الجندول قوي، وأنا لو رحت فينيسيا هي بص 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 الحلاوة. اتفرج على الحلاوة، حلاوة دي بلدي ونقاوة على رأي الرئيس متقال. اتفرج، وانضاف إليهم طفل كمان اهو. يلا يا معلم باتنين جنيه النقلة، ولا تقول لي توك توك ينفع النهاردة، ولا تقول لي تاكسي اهو. بص ده الجندول، والراجل ما شاء الله سواق سواق يعني. بص يا مدام اللي عايز يركب باتنين جنيه، بص بجنيه واحد كمان. غرق اسكندرية كل سنة مع نزول الأمطار أغضب السكندريين اللي طالبوا بإقالة المحافظ رغم ادعاءاته بأنهم استعدوا كويس جدا لموسم المطر. فكتب حساب باسم عبد العزيز البوست ده. عبد العزيز طلع قال غرق شوارع العجم يؤكد فشل محافظة الإسكندرية ووجوب إقالته التي كلما تأخرت كبدت الإسكندرية ومواطنيها الكثير من الخسائر. ما حدث بعد شوية شتاء، شوية شتاء عندهم يعني مطر، الإسكندرية بيقولوا على المطر شتاء، لا يصح أن نصفهم نوة أو العاصفة أو السيول مثلا، يؤكد أن ما تدعيه المحافظة من استعدادها لاستقبال موسم الأمطار محض خيال. باستثناء الملايين التي صرفتها على الكورنيش ليتم صرف الأمطار في البحر تحت ادعاء إنشاء منظومة صرف مياه الأمطار، أقيلوا محافظ الإسكندرية. ولا تتعب نفسك يا عبد العزيز عشان التبرير جاهز زي كل سنة، رغم انهم قالوا انهم مستعدين، بس هو التبرير اللي هو بتاع ان الامطار فاقت الطاقة الاستيعابية اهو، ده التبرير. الاسكندرية العجمي تعرض لسقوط او تتعرض لسقوط امطار فاقت الطاقة الاستيعابية لشركات الصرف او لشبكات الصرف قصدي اهو. ادي العمال هم، لكن دول ادي شايفين الرئيسه بتاعتهم البشمهندسه كمان نزلت بذات نفس شخصيتها تقول لهم امسكوا لي عيلين ثلاثه خليه سد البلاعات. مواطنين اسكندرانيين كتير جدا بيسالوا من امبارح، هي فين ال 5 تريليون جنيه اللي اتصرفت على البنيه التحتيه اللي قال عنها السيسي؟ وده كتبوا حساب باسم طاهر. طاهر كتب بيقول يلا عم طاهر، العجم ما فيهاش بربع جنيه صرف، ساعة ونص بجيب ابني من المدرسة ولا عارف أسوق ولا أمشي في أي شارع، لنا الله العجمي تغرق في حفنة أمطار وقد أنفق 5 تريليون جنيه على البنية التحتية. المنظر ده أثار موجة كبيرة من السخرية على السوشيال ميديا، موجة ضخمة جدا. إحنا مش في فينيسيا، ده اللي قاله حساب باسم حلو، إحنا قاله إحنا مش في فينيسيا، ده اللي قاله الحساب ده باسم، اشوف الحساب الله يخليك اهو، محمد.
دي مش فينيسيا ولا امستردام ولا براغ، دي لا فينيسيا ولا امستردام ولا براغ، ده احد شوارع العجم. يا ريت العجم بتوع السياحه، الجماعه بتوع السياحه يهتموا بالترويج الحاجات اللي زي دي. احنا مش اقل من اوروبا في حاجه، ربنا يحفظ مصر. صحيح الواحد الحقيقه ازاي يسيب الجمال اللي مش موجود عند بلاد في اوروبا او امريكا ويهاجر ويسيب البلد دي؟ ده كان تعليق ساخر بصوره من غرق شوارع مصر لحساب ناشط اسمه جريجوري باك. اهو جريجوري باك ده ممثل امريكي كبير، عمل لو قلت عمل فيلم ايه علي دلوقتي حالا من قبل ما تعمل سيرش، لو قلت جريجوري عمل فيلم ايه من قبل ما تعمل سيرش، مدافع نافارون. اخلص بقى مع انتوني كوين. اوكي بيقول اهو، معقوله في حد يسيب الجمال ده ويهاجر؟ ما يصحش كده. تخيل او عشان واحد كاتب فوق الهجره لامريكا، يعني واحد كاتب يافطه فوق اهي مكتوب عليها مركز الجمهوريه الهجره لامريكا، وتحت طبعا اديكم شايفين خليج سد البلعات. معقوله في حد يسيب الجمال ده ويهاجر؟ ما يصحش كده. المفروض الاهالي في اسكندريه بقى يجيبوا البناتهم بعد كده في الجهاز فلوكة أو جندول صغير ويكتبوه في القايمة. ده مش كلامي ولا هزاري، ده بوست كاتب كده بيقول الأهل بعد كده في اسكندرية هيجيبوا لبنتهم فلوكة في الجهاز ويكتبوها على العريس في القايمة يخت، يعني يجيبوا فلوكة صغيرة ويكتبوها في القايمة إن احنا جبنا لهم يخت. هو مش كان الأولى يتصرف على المليارات بتوع أكبر مدينة ملاهي وأكبر مدينة خيول وأطول برج أيقوني؟ كان ده يتصرف على شبكة الصرف؟ ده كان مطلب حساب باسم فارس اللي كتب، دكتور فارس، الإسكندرية العجمي والانتقال بالمراكب بعد أن غرقت الأمطار الشوارع أو غرقت الأمطار الشوارع وعجزت شبكات الصرف عن استيعابها، أليس تطوير شبكات الصرف أولى من أكبر مدينة ملاهي وأكبر مدينة خيول وأطول برج أيقوني؟ استحالة تكون الصور دي حقيقية وأكيد متفبركة من الإخوان. ده كان تعليق ساخر من حساب باسم عادل. عادل قال يعني ده أكيد صور متفبركة من الإخوان، احنا عندنا بنية تحتية من حديد. طب تصور يا عادل إن اللي أنت بتهزر فيه ده اتقال، تصور إن وسائل إعلام السيسي قالت إن كل الصور اللي اتعرضت على العجم متفبركة، وإن الإخوان حقيقة تزييف الإخوان وخلايا الإخوان لصور غرق العجمي. تصور يا عادل اللي أنت قلته ده بالظبط، والله يا عادل حصل أهو. برافو عليك يا علي. أكاذيب الإخوان لا تنتهي، الإرهابية تنشر صور قديمة من 9 سنوات لأمطار تغلق العجمي، ده اليوم السابع. تصور يا عادل، تصور اللي أنت قلته بالظبط، ما زالت جماعة الإخوان الإرهابية ترفع شعار إثارة البلبلة والفوضى لإسقاط الدولة، لزعزعة استقرار الوطن والنيل منه من أمنه، لكن جميع المحاولات بائسة فشلت فشلا ذريعا. كانت أحدث محاولاتها الترويج إلى أكاذيب وشائعات وادعاءات حول غرق منطقة العجم بالأمطار وارتفاع منسوبة بالشارع، ما أدى لجوء المواطنين لاستخدام المراكب في السير بالشوارع، ونشرت صفحاتها وحساباتها على مواقع التواصل المختلفة صور قديمة ومفبركة للأمطار، وادعت أنها في منطقة العجم بالأسكندرية بالمخالفة للحقيقة. وبالبحث خلف الصور اتضح أنها صور قديمة وقت حكم جماعة الإرهاب سنة 13، بما يبرهن على حالة الإفلاس. إن لم تستحي فاصنع ما شئت، ودول لديهم بجاحة رقاصة، والله اعلمهم لديه سفاقة واحدة عاهر. فاللي كان بيهزر فيه عادل طلع حقيقة. عادل قال لك هات حساب العادل اللي قبل ده، قال لك هيقول لك دي صور متفبركة، الاخوان هم اللي فبركوها. اهو دي اكيد صور من الاخوان، احنا عندنا بنية تحتية من حديد. عادل جاي هزر، طلع هزاره جد، طلعوا قالوا كده، قالوا دي صور متفبركة من 9 سنين وأيام حكم مرسي. وبمناسبة البنية التحتية اللي من حديد، تعالوا نفكركم بآخر رقم لطشوا السيسي من كام يوم في المؤتمر الاقتصادي لما قال
صرفنا 7 تريليونات مش 5، دول 7. افتكروا بس، انتوا بتتكلموا على 7 تريليون جنيه، وشايفين ان المبلغ ده مبلغ كبير قوي اتصرف خلال 7-8 سنين اللي فاتوا في بناء او في انفاق على الدواء. انتوا شوفوا كده، 7 تريليون دول يساوي 350 مليون دولار تقريبا. الرقم ده في دول اقل مننا موازنتها قد الرقم ده على الاقل. يعني صرفنا قد موازنات دول على 7 على البنية التحتية. عندنا بنية تحتية من حديد، والصور اللي انت شفتوها متفبركة لان الاخوان جماعة اشرار. فاذا ما كانش في خلية بلعات نمسكها، واذا ما كانش في اي حاجة حصلت والامطار كل سنة سواء في اسكندرية او في العجب بتعمل نفس الحاجات دي، وعلى رأي الاسكندراني شوية شتاء قد كده لهم نوى ولا هم سيول، فاحنا ما عندناش خلية بلعات ولا سد بلعات. يبقى الصح نعمل ايه بقى؟ نعمل الآتي، نقول الصور متفبركة، حد هيدور ورانا.